الفوز، مثل ما قلنا كل الناس اكيد كل يوم بتنطر باخر حلقتنا المدام نجلاء باني لحتى تخبرنا كيف حظوظنا لليوم. صباح الخير. صباحك بونجور يا مدام. صباح الخير يا ورد. صباح الخير للجميع، ضلوا دايما بخير، دايما ايامكم سعيده، مبسوطين ومرتاحين. طبعا اليوم 4 كانون الاول، يعني 4/12، كواكبنا ما زالت في اماكنها، المشتري الى جانب الزهره، 2 يتقدمان في برج الجدي. هلا هذا عم يعمل قليل من التعب لمولود برج الحمل ومولود برج السرطان، الامور بالنسبه لهم مانا كثير بافضل حالاتها. عطارد ما زال الى جانب المريخ، 2 في برج العقرب، يعني هذا عم يعمل بعض المضايقات كمان لمولود برج العذراء، برج الثور، برج الاسد وبرج الدلو، لازم ينتبهوا شوي على المستوى الصحي. طبعا اليوم القمر بالحوت، يعني انه في مضايقات لمولود الجوزاء وضغط، يعني في تاجيل وتاخير لمولود برج الحوت، لمولود برج العذراء، وفي بعض التعب والقلق لمولود برج القوس. خلينا ناخذ امورنا هيك وحده وحده. اول الاخبار لمولود برج الحمل، لليوم القمر بمكان يحمل القلق، ما بعرف، قد تود الانفراد بنفسك، ما لك حابب تاخذ وتعطي مع الناس، حابب تترك شغل، تترك عمل، تترك قصه انت عم تشتغلها، في خيبه امل يمكن تجاه الاخرين، حاس حالك عم تشتغل كثير 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 وتقدير ما في بهي الفترات، ما بعرف، وممكن يكون في قيل او قال بالنسبه لك او اخبار عن اشخاص عم بيحاولوا يشوهوا لك سمعتك. عزيزنا مولود برج الثور، يوم للتواصل، للتفاهم، للتطورات الاجتماعيه والفنيه، انت بقلب التجمعات المريحه، عم تستقبل، عم تزور، تزار، عم سعيد مع من حولك، علاقاتك وديه ومحبه. عزيزنا مولود برج الجوزاء، انت اكثرنا تعبا، على قائمه 12 برج اكثر برج اليوم متعب هو مولود الجوزاء عموما، يمكن محتاج لانه ما ياخذ ويعطي مع الناس اللي حواليه، هو شوي عصبي والناس اللي حواليه اليوم مستفزين او مصدر مضايقات، يمكن تشعر انك مهتز، انه فعاليتك مانا كثير صحيحه، ردودك الانفعاليه ممكن هي تعمل لك ازعاج، بالحقيقه بدها الحكايه شوية هدوء. عزيزنا مولود برج السرطان، الامور بالنسبه لك اليوم ايجابيه وجيده، وبالغالب هاي الايام ايام للقاءات، للعلاقات، لحتى ترتب امورك باشياء مهمه بالنسبه لك، ممكن تكون سعيده. هلا انا بعتبره احد الايام الافضل لمواليد برج السرطان لتنهي بعض الامور المعلقه، لذلك اذا بدك نصيحتي كل شيء مهم بالنسبه لك ناقشه اليوم مع من حولك، لانه بالاصل الحقيقه يعني انه انت قادر على اقناع من حولك بوجهه نظرك، يعني تاثيرك بالاخرين اليوم كثير كبير، والناس عم تتنافس لترضيك اليوم. مولود برج الاسد، يوم في هدايا او اتصالات او عروض جيده او محيط مختلف مؤيد وداعم. اليوم القصص ايجابيه، خاصه لو كنت تشتغل بالاعلام، بالصحافه، بالتجاره، فاليوم مهم حتى ترتب امورك، يعني اليوم يوم فيه تعاطف، فيه اهتمام وفيه محبه، ويوم بالمجمل جيد لعزيزنا مولود برج الاسد. مولود برج الميزان العذراء، انا حبيت يعني طفه او انه ما اقول له اخباره باعتباره غير جيد، ما زبطت، انه الامور ليست في افضل حالاتها لمولود برج العذراء، تاجيل ثم تاجيل ثم تاجيل، او نزاع محتمل مع الاخرين، او في قصص ممكن تكون مصدر مضايقات بالنسبه لك. اليوم وارد انه يكون صوتك عالي، ممكن عندك نوع من انواع الشجارات، ممكن يعني في جزء من تعب. هلا انا بقول اليوم كل حركه تسجل عليك، لذلك كثير مهم انك تنتبه على امورك وتعتمد على الصبر واللين. هلا اخباري بقى لمولود برج الميزان، اللي اليوم الامور بالنسبه له لها علاقه بمسؤوليات اضافيه، مو فاضي يحك راسه مولود برج الميزان، فايق مبكير وعم بيحاول ينجز اعماله، وكل الناس يعني معتبره انه من حقها تقول له للميزان انه هلا هلا بدي قصتي وخلص لي اياها هلا. هلا هي شغله ممكن شوي تضايقه، تضايق له خلقه عموما، يبدو نافذ الصبر او عصبي، بس احيانا ما في حلول، خلص اذا في شغل بده يخلص بده يخلص حتى لو ما ارتحت. هلا انا برايي مولود برج الميزان لازم ينتبه شوي صحيا. اليوم قادر على اقناع الاخرين بوجهه نظرك مولود برج العقرب، واعتقد هالثلاث ايام بالذات هن مفصليين بالنسبه لك، يعني تبعت يا ايه يا لا، خلص قصص بدها تخلص او بدها تنتهى. بعض الاخبار اليوم مطمئنه ممكن تكون، او مسموع الصوت، مسموع الكلمه،
عم تحسن مركزك بأمورك الشخصية أو بأمورك العملية. مولود برج القوس الآن الحياة والتصرفات حواليه عموماً ارتجالية، ما كتير بأريح حالاته، ممكن يدخل بصدامات مع الآخرين، ممكن عم تشعر إنك وحيد أو محبط أو الأمور ما كتير مريحة، يحتاج اليوم حدا يدلله. مولود برج القوس اهتمام أو محبة أو غناج، خدوا اليوم غدو، خدوا عشو، اشتروا مثلاً تياب، خدوا له هدية، يعني الأمور شخصياً وعائلياً ضمن إطار الجيد. شهر جيد لعزيز مولود برج الجدي الشهر القادم، كل الكواكب ها بلشت تدخل على برجه، المشتري في برجك، الزهرة ببرجك، بعدين حتدخل على بيت المال، لذلك في عندك أمان أو اطمئنان. مولود برج الجدي عم تصغي أو عم تسمع اليوم الناس اللي حواليك، عندك طاقة حماس أو سفر. مولود برج الدلو بالغالب عم تكتر موجات الصرف المفاجئ. هلا انت دائما بتكتر موجات الصرف المفاجئ، بس للحقيقة أنا بشوف الشهر مانو كتير مريح ماليا لحد هلا، ما حيكون مريح قبل 2012، يعني ليس الأفضل، هو هذا بده بذل جهود. لذلك لا تصرف بدون داعي، لا تصرف على رفاهية، تأجل أمورك للضروري، لأنه أعتقد أن أمورك المالية ليست في أفضل حالاتها. خليني أقول له صباح الخير لمولود برج الحوت اللي عنده نوع من أنواع العواطف، القرارات، الثقال، فئة بكير، الطاقة، يعني اليوم يوم استغل ميزاتك بالحوار لأنه حظوظك مساعدة جدا والأمور بالنسبة لك بالمجمل جيدة. على قلبكم يا رب. خليني عايد مولود اليوم، هو مولود أربعة واتمنى له السعادة. مولود أربعة لازم تعطيه حريته بالتحرك عموما ليقدر يبدع أو ليقدر أنه يعمل شيء مختلف. لا تخدعه ولا تكذب عليه. عموما هو لا تكذب على مواليد برج القوس بالمجمل ولا تخدعه، اولا لانه حيحس عليكم، ثانيا لانه لا يغفر، يعني مولود برج القوس شو ما بدكم بيغفر لكم الا الخديعه او الكذب. لا تكذبوا عليه ولا تخدعه، قولوا له هيك صار مثل ما هو، حيغفر لكم ويسامحكم. بالعكس انا برايي هو اخصائي السماح العالمي، بس اذا حتكذبوا عليه فحيعتبر حاله انه هو عم ينغش، وهي القصة اللي ما بيسامح فيها. من الأشخاص اللي عنيد، عامل، يصل إلى ما يريد، كائن ناجح عموماً، بيعرف ما بيقبل خسارة أو ما عنده شيء اسمه خسارة، بيحب الشهرة، العمل، القيادة، منحه حب 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 حتى يعني تقدر تستلافاه على كل الأحوال أو تقدر تخليه يحبك. مخلص خاصة هو صاحب العلاقات الدائمة والأبدية، لا يقبل بأنصاف الحلول. سنة الألو للتقدم خاصة 3-4 شهور القادمة الأمور تتحسن، رفاهية موجودة، تترقى في عملك أو تباشر عمل جديد. هو الحقيقة السنة بالنسبة لك فيها سلسلة من الخطوات الناجحة، فتفائل رغم أنه هاي الفترات مانك مبسوط، وبدك الحقيقة ل 15 بالشهر 20 لتبلش أمورك تتحسن. بس أنا قلت من مبارح، أولت مبارح أنه كان 2 بالشهر، فقلت 2 بالشهر اللي جاي ما رح يكون مولود برج القوس مثل هاي الفترات. رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. عمر يسعد أوقاتك يا عمر، والله يا عمر عندك شهرين بياخذوا العقل، إذا ظروفك تسمح يعني مثل ما بيقولوا قانونياً الأمور جيدة، فأنا أعتقد أنه رح بارك لك خلال الشهرين اللي جايين. ياسر حج عثمان 71، ياسر أنت عم تسألني عن الأمور العملية والمالية، أنت حدا لانه بيشتغل كما يجب، يعني مو حدا ملتزم بالدوام، تبعون اللي بيداوموا الساعة 7 بينصرفوا الساعة 4، لا يمكن أن يمر يوم بدون ما تكون رحت لك شي روحة، فقست لك شي فقسة، يعني ما فيك تسألني عن الأمور العملية طول ما أنت ما بتبذل جهود كما يجب. كمان بدك تنتبه أنه الأمور المالية انت حدا بتمسك المليون من هون بهروا من هون، هلا انا عم بفترض المليون، فما بالك اذا كانت القصه 50 مثلا، يعني قصدي انه بتهر من الطرف الثاني، فدخيلك لا تسالني عن العمل والمال.